انا احمد البوصيلي، انا مدير ومؤسس مشروع ميرلن. ميرلن هي منصه تعليم الكتروني بتحل واحده من مشاكل الحياه اليوميه في البيوت المصريه. وفقنا ان احنا دخلنا احد البرامج التدريبيه اللي تابعه لوزاره الاتصالات، وساعدونا بشكل كبير ان احنا نحول الفكره بتاعنا دي لمنتج، وساعدونا كمان ان احنا نحول نعرف نتكلم عن فكرتنا بشكل احترافي. بنعمل العاب رقميه والعاب الواقع الافتراضي. خدنا دوره تدريبيه تبع وزاره الاتصالات في معهد تكنولوجيا المعلومات لمده 9 شهور، تعلمنا من خلالها ازاي نعمل العاب رقميه وازاي نعمل العاب الواقع الافتراضي برضو. وزارة الاتصالات وفرت برنامج تاني اللي هو مساعدة ريادة الأعمال ومساعدة الأفكار الإبداعية، تعلمنا من خلاله برضو إزاي تستارت يور أون بزنس، إزاي تحول البروجكت أو التيم من فريق لشركة. الفكرة بتاعتنا إن إحنا عملنا خدمة للشركات التطوير العقاري والمعماريين عشان يعرضوا المشاريع بتاعتهم بالواقع الافتراضي. احنا استفدنا من برنامج الحاضنات التكنولوجيه التابعه لوزاره الاتصالات بالتسويق والمساعده في تطوير الخدمه بتاعتنا. جي بي ارينا هي جيمنج بلاتفورم. احنا دخلنا برنامج الحاضنات التكنولوجيه التابع لوزاره الاتصالات. البرنامج وفر لنا مزايا كتير قوي. نقدر نبتدي من اول حاجه هي ان احنا عندنا مكان نقدر نشتغل منه. البرنامج طبعا بيوفر لنا دعم مالي كبير يساعدنا ان احنا نقدر نستمر، والاهم ان البرنامج بيوفر لنا منتورشيب سيشنز ان احنا نقعد مع ناس في الماركت بتاعنا وناس كونسلتنتس كبار جدا في السوق يقدروا يدونا نصايح ان احنا ازاي نكمل وازاي نبتدي وايه الغلطات اللي عندنا اللي ممكن نصلحها. من خلال البرنامج دوت احنا بنقدر نقعد مع انفسترز نعرض عليهم الفكره بتاعتنا وان احنا نقدر نامن استثمار في الفكره بتاعتنا ان احنا نتوسع بيها اكتر. وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات هي الوزاره من اهم الوزارات التي تدعم الابداع ورياده الاعمال. عندنا في الوزاره بعض البرامج الخاصه بانشاء مراكز للابداع وريادة الأعمال سواء في القاهرة أو في محافظات مصر المختلفة. واحدة من أهم المبادرات التي وفرتها الوزارة هي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل. حقيقة رواد تكنولوجيا المستقبل كانت بتستهدف بها الوزارة تدريب أكثر من 16,000 شاب. الوزارة بتعطي الدعم والمنح كاملة بدون تحميل الشباب أي أعباء مالية.